نشرة خبرية مفصلة من العراقية الإخبارية، نرحب بكم والبداية من أبرز العناوين. الخارجية تستغرب عفو ترامب عن محكومين بقتل 14 عراقيا، والمفوضية الأممية لحقوق الإنسان تعرب عن بالغ قلقها من القرار. رغم الأزمة المالية، مليارات العراق مجمدة في أرصدة شركات الطيران، والخدمات النيابية تتوعد بفتح ملفات وزارة النقل بالأيام المقبلة. الرسوم والجباية والضرائب تسهم في رفع موارد الدولة غير النفطية في الموازنة العامة. وسط ظروف الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا، بدء احتفالات عيد الميلاد المجيد في بيت لحم بفلسطين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، بداية النشرة من تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإفراج عن مرتكبي جريمة ساحة النسور، حيث وصفت وزارة الخارجية العراقية وصفت قرار ترامب بالعفو عن محكومين بقتل 14 عراقيا عام 2007 بأنه لم يأخذ بالاعتبار خطورة الجريمة ولا ينسجم مع التزام الإدارة الأمريكية المعلن بقيم حقوق الإنسان والعدالة وحكم القانون. الوزارة أكدت في بيان أن الحادثة استنكرت على مستوى الأوساط الدولية فضلا عما خلفته من استهجان ورفض داخليين، وقرار العفو يتجاهل بشكل مؤسف كرامة الضحايا ومشاغر ذويهم وحقوقهم. وأكدت الوزارة أنها ستعمل على متابعة الأمر مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عبر القنوات الدبلوماسية لحثها على إعادة النظر فيه. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بدورها أعربت عن قلقها من قرار الرئيس الأمريكي بشأن الإفراج عن منفذي جريمة ساحة النسور. وقالت المتحدثة باسم المفوضية في بيان إن الأمم المتحدة تشعر بالقلق بقلق بالغ إزاء قرار دونالد ترامب بالعفو عن 4 موظفين سابقين في الشركة العسكرية الخاصة بلاك ووتر أدينوا بقتل مدنيين عراقيين. وأضافت أن العفو عنهم يعزز الإفلات من العقاب ويشجع الآخرين على ارتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل. وحالة من الغضب سادت الشارع العراقي عقب سماعه قرار الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته بالعفو عن 4 حراس أمن أمريكيين أدينوا بقتل مدنيين في بغداد عام 2007 جراء إطلاق النار عليهم من عناصر شركة بلاك ووتر الأمنية الأمريكية. قرار ربما يعكر صفو العلاقات العراقية الأمريكية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع على إصدار عفو عن عدد من المحكومين بقتل 14 عراقيا وجرح آخرين في عام 2007 في حادثة سميت ببلاك ووتر استنكرت على مستوى الأوساط الدولية فضلا عما خلفته من استهجان ورض داخلي. الرئيس الأمريكي برأيي ليس مضطرا أن يصدر هكذا قرارا في يعني شهريه الأخيرين أو 3 أشهر الأخيرة، ليس مضطرا إلى ذلك. يعني يبدو في هذا القرار الجانب السياسي غلب على الجانب القانوني والقضائي والعدالة. كان المفروض على الرئيس ترامب أن يراعي العلاقة مع العراق، خصوصا العراق يرتبط مع أمريكا باتفاقية استراتيجية تعاون في كل المجالات. لهذا هذه يعني سوف يعني تؤثر على الوضع السياسي لتراب على تاريخه. الشارع العراقي أعرب عن استنكاره لقرار العفو عن قتلة عراقيين. مواطنون اعتبروا هذا القرار استخفافا بحياة العراقيين، مطالبين الأمم المتحدة بالتدخل. شركة بلاك ووتر سيد الصيت قامت بقتل المواطنين بالشعب العراقي في ساحة النسور. سمعنا اليوم بين اطلق سراحهم بأمر شخصي من الرئيس الأمريكي ترامب.
وكأنما يستخفون بدماء الشعب العراقي. نطالب هيئات الأمم المتحدة، نطالب منظمات المجتمع الدولي، نطالب منظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري لإدانة هؤلاء القتلة. وزارة الخارجية العراقية عدت هذا القرار بأنه لم يأخذ بالاعتبار خطورة الجريمة المرتكبة ولا ينسجم مع التزام الإدارة الأمريكية المعلن بقيم حقوق الإنسان والعدالة وحكم القانون. حيدر كاظم، العراقية الإخبارية. ملف وزارة النقل يبقى حاضرا خلال نشراتنا الإخبارية، فبالرغم من الأزمة المالية التي يعيشها العراق إلا أن هناك جيوبا يمكن استغلالها لسد جزء من العجز، وخصوصا المليارات المجمدة لدى شركات النقل الجوي والتي يقول معنيون إنها تمثل أحد أبواب توفير السيولة، منتقدين تغاضي وزارة النقل عن المطالبة بها وترحيل الملف من وزارة إلى أخرى. في الوقت الذي تسعى الحكومة لتعظيم الإيرادات غير النفطية لتجاوز الأزمة الاقتصادية، وزارة النقل التي تعد أحد أهم الشرايين الاقتصادية لرفض الموازنة بالأموال، إلا أن ملايين الدولارات التي بذمة وكلاء الخطوط الجوية العراقية في الخارج لم تسدد إلى الآن بحسب وثائق حصلت عليها العراقية الإخبارية، ولأسباب تتعلق بغياب التخطيط واستشراء الفساد بحسب مراقبين. مبالغ بالملايين، يعني شركات تصل إلى 5 مليون و 6 مليون و 7 مليون دولار لكل شركة، لكل شركة وكيل عام خطوط جوية العراقية في خارج العراق، وعدة محطات، 6-7 محطات لا يسعني الذكر أسماها حقيقة، وهي مبالغ كبيرة تنجمع، تكون مبالغ كبيرة بعشرات الملايين. هذا طبعا راح يسبب إرباك كبير جدا، يعني خطوط جوية العراقية تمتلك طواقم، تمتلك طائرات، تمتلك موظفين، شركة عريقة كبيرة لابد أن يكون رأس مالها كبير، بالتالي هذا راح يأثر على عملها المستقبل، وأنا أشوف المستقبل القريب يعني حقيقة مجهول تجاه الخطوط الجوية العراقية. في قطاع النقل إخفاقات متواصلة، الفوضى تعم أغلب مرائب نقل الركاب، والوزارة لم تستطع ضبط إيقاعها ولم تنجح حتى بتسيير إسطول بري بين المحافظات لنقل المسافرين وتخفيف معاناتهم. بالنسبة للجراج هذا ما مستفادين منه كلش، يعني إذا طب جوا هسه ما حيطب لنا عبري، اضطرينا نطلع السيارات برا، وهسه أنت تروح للمثلث ذاك وتشوف هاي معاناتنا، يعني شو يمنعون البرة والله ما تبقى سيارة ولا تبات، هذا بالإعمار ايش قد صار لك؟ هاي معانا تعال طب الجراج إذا تلقى لك حمام عاتبني، أنا مخليين حمام للبنجلاديش بالأخير كرفان صغيرون. ويطبق عليك وصل خط وبحث وطيني جيباية طيني قصة طيني هاي وكشمي. وعود الوزارة بإيجاد حلول لمجمل مشكلاتها تنتظر الانتهاء من إبرام الاتفاق النهائي مع شركة دايو لإنشاء ميناء الفاو الكبير، وحتى ذلك الوقت يبقى الحال على ما هو عليه. علي الأحمد، العراقية الإخبارية، بغداد. وفي ذات السياق، وضمن الإجراءات المتبعة لوزارة النقل في ساحة عباس بن فرناس، أبدى مواطنون امتعاضهم من هذه الإجراءات، لا سيما أصحاب المركبات التابعة لهيئة النقل، حيث أكدوا تعرضهم للتمييز من قبل المعنيين على تنظيم عمل سيارات الأجرة قرب المطار، فيما دعوا لرفع الحيف عنهم وعدم تفضيل سيارات الشركات المستثمرة على الشركات الوطنية والحكومية. كانت 2000، كانت سهلة نطيها 2000 دينار ماكو اشكال بالموضوع، زيدوها سووها 3000، وراها زيدوها 4000، هسه نقصوها 1000. احنا شنو ذنبي هسه انا اجي ادفع 3000 دينار واطلع، وانا توني ذبيت المسافر واطلع، ما احضر لهنا حتى اخذ كروه واروح، وهسه ماكو مسافرين، شنو ذنبي انا؟ كان هو المستثمر نفسه تنمخذ الساحة، وشحتوه منه ونعطوه غير سيارات، اجى جاب لنا اهليات طب تاكسي المميز. صارت الصالة جوا أهلية والحكومة برا، صارت بالعكس. أنت شلون تثق المطار تقول مستهدف أمنيا ومطي للمطار للأهلية، رقم أهلي ها، والسيارة في آي بي بدون تفتيش، يعني يجيك من الشارع قبل يطب للصالة وبدون تفتيش ولا كيناي ولا هاي، بس كيناي يفتر عليه يطب جوا. من الدولة من الهيئة ب 750,000 كلفني، وحدنا احنا لا شغل ولا عمل، دورنا شنو هنا؟ احنا بس محسوبين على المطار، هيئة النقل تابعين هيئة النقل، وهلا شغلنا عمل احنا.
هم اخذوا عندنا فلوس وقاعدين على طالب بطاله، وهاي سيارتنا انت شفتهم لا شغل ولا عمل، نجي الصبح نطلع بالليل فارغين. يعني ليش بيعوا لنا خط ب 750 الف تحويل ملكيه من سياره لسياره؟ على شنو؟ من رخصه ساعه هاي الوصولات اللي نقصها، هذا نطلع فارغين. هاي لما نطلع انقص وصولات وكل شيء ماكو، لما نطلع فارغين ينسد باب الجراج، يبقى الوصل عندنا. يعني الدليل على ذلك هذني هم ياخذونه من عندنا بالطلعه، لما نقص نطلع ياخذونه من عندنا، ياخذوه قمنا نطلع فارغين فيبقى عندنا، بس نقص يعني نطلع للدوله وفي مغلاه زين، والباب تنسد بالعشرة. هاي الوصولات هاي كلها تنسد بالعشرة يا ما عند دافع وصل، يقول لي مشكلتك سدوني مطار وروحون، احنا وين نطلع وصولات العفو نطلع برا يشحتونا بالشارع. وهذا الوصل بلاش، هذا الوصل هذا الوصل كان ب 2000 دينار، كان ب 2000 دينار بلف وما طبينا زين، اول ما طبينا بلف وبعدين ب 2000 هسه سووها بثلاثة، هسه سووها بثلاثة. توصل بيهم المرحلة مرات تنزل الطيارة، الطيارة مقبطة، إذا سيارات أبو المميز ما موجودة شو يسوون؟ يعطلون القايش مات زنجيل الحقائب، يعطلونه الى ان يكتمل عدد سيارات المميز، يلا يطلقون المسافرين. يعني اكو معاناة عند المسافرين، لو جنابكم الكريم دخلوا للصالة واسألون راح تشوفون الاخفاقات موجودة. رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية وليد السهلاني قال إن الإدارات السابقة في شركة الخطوط الجوية العراقية كانت تشوبها ضبابية. السهلاني أكد في نشرة سابقة للإخبارية أن بداية الشهر المقبل ستكون هناك متابعة ميدانية حول ما يحصل في الشركة وسلطة الطيران المدني. وكشف السهلاني أيضا عن وجود متنفذين داخل شركة الطيران يتحكمون بمقدراتها. اللجنة التي كلفتها بأمر نيابي إن شاء الله الأخوة السادة النواب زملائي سوف يباشرون عملهم باستئناف الجلسات إن شاء الله من بداية الشهر الواحد بسلطة الطيران المدني، وسوف نفتح كل الملفات الخاصة بالعقود التي أبرمت. الإدارات هي من سنة 2007 2006 2007 2008 2009 كانت هناك رؤية فيها ضبابية وتدخلات سافرة من أشخاص نافذين في داخل الشركة، وهؤلاء الأشخاص حقيقة يعني استأثروا بشكل كبير جدا على المال العام، والآن يتحكمون بمقدرات الشركة. الديون في كتب رسمية موجهة في إسطنبول أكثر من 3 إلى 4 مليون دولار حسب ما أعتقد. من خلال التحقيق والتدقيق وجدت بأن تلك الديون ليست ديون، إنما هي سرقات قام بها الوكيل في إسطنبول، وبالأدلة والثوابت الرسمية. في تظاهرات البصرة أغلق خريجو كليات الهندسة بوابتي شركتي المنتجات النفطية وتعبئة الغاز، ومنعوا دخول الموظفين لمزاولة أعمالهم كإجراء تصعيدي لحين تلبية مطالبهم بتوفير فرص عمل لهم. وفي البصرة أيضا يواصل أساتذة جامعة البصرة وموظفوها احتجاجهم الرافض لقانون مخصصات الخدمة الجامعية، فيما قرروا تصعيد ذلك الاحتجاج إلى الإضراب وعدم إعطاء المحاضرات والاكتفاء بالدوام والحضور في الجامعة فقط. طلبنا والوقفة هذه هو أول شيء الاعتذار وسحب الموازنة اللي فرضت الآن والتخفيضات الكبيرة على الاستاد. الخطوة الثانية لنقابة الأكاديمية العراقيين بعد عدم الامتثال الاعتذار وزير المالية راح ناخذ بالإضراب والتوقف عن الدراسة في حال عدم امتثال الحكومة العراقية لمطالب أكاديمية العراقيين. مخصصات الخدمة الجامعية الذي اعتبرها شيئا مبالغا به بالنسبة للأستاذ الجامعي، ناسيا أن هذه الخدمة منحت للأستاذ الجامعي أولا بقانون شرع في البرلمان ووافقت عليه الحكومة إنذاك، وثانيا هو نتيجة للجهود المضنية التي بذلها الأستاذ الجامعي طوال حياته لكي يكون أستاذا جامعيا ذو شهادة عالية، فنحن اليوم نعلن احتجاجنا. وفي شأن آخر، وجه رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي بمراقبة أسعار المواد الغذائية والبضائع وأسعار الأدوية. الأسدي أكد في تصريح للعراقية الإخبارية وجود تلاعب في ارتفاع الأسعار، مؤكدا إحكام السيطرة على الذين يقومون بهذه الأفعال. مو معقولة مثلا المخضر يخضع لصعود ونزول الدولار، لأنه هو
الطماطم ما نستوردها ولا نستورد الخيار ولا نستورد المشتقات الأخرى لمفردات المتطلبات اليومية للمواطن. وجهنا مفاصلنا في بغداد وبقية المحافظات بمراقبة السوق، وإن شاء الله لدينا تجربة في هذا الجانب. في سابقا كان هناك تلاعب بالأسعار الأدوية ووصلنا إلى نتائج جيدة وأحكمنا السيطرة على هذه الحالة. العلمي هذا اليوم والذي جاء متزامنا مع حاجات محلية في السوق المحلية لوضع سياسات واستراتيجيات تنعكس إيجابا على الاقتصاد وعلى أثاره، بما توفر الحماية للمستهلك من خلال المحافظة على المواصفات والمعايير، وكذلك توصيف وتوظيف البحث العلمي ونتائجه بما يخدم سياسات السوق. نحتاج نهضة حقيقية في معرفة ماذا يأكل الإنسان وما هو ما هي القضايا المهمة التي ينبغي أن يوعى عليها، ومسؤولية الدوائر المعنية في الحفاظ على الإنسان والحفاظ على البيئة والحفاظ على الأجواء التي تجعل المواطن يعيش حياة سليمة. في المثنى عقدت غرفة التجارة هناك وبالتعاون مع اتحاد رجال الأعمال ندوة تحت شعار اقتصاد مستقر لبحث تداعيات رفع أسعار الدولار على الأسواق المحلية وشرائح المجتمع المختلفة. وقال رئيس اتحاد رجال الأعمال في المثنى أن الندوة بحثت متغيرات السوق المحلية في المحافظة التي تعاني تدنٍ اقتصاديا منذ سنوات. تعويم العملة العراقية له انعكاسات على كافة شرائح المجتمع وكافة القطاعات. احنا نجي قطاع قطاع، من بدء القرار لحد الآن توقفت الحركة التجارية في عموم البلاد توقف تام وشلت الحركة التجارية. اثنين، الأخوة المقاولين اللي متعاقدين مع الدولة بالدينار العراقي وهم يشترون المواد والسلع لتنفيذ مشاريعهم بالدولار. هي حقيقة حتى حديد التسليح اللي شفناه قفز تقريبا ضعف، يعني ورغم هو محلي. نجي إلى المستثمرين، الأخوة المستثمرين حقيقة كثير من المشاريع توقفت. وفي بابل أكد قائد شرطة المحافظة اللواء علي هلال الشمري أن القوات الأمنية استنفرت جهودها لتنفيذ جولات على الأسواق والمجمعات الغذائية في عموم المحافظة لمتابعة الأسعار وإرشاد التجار وأصحاب المحال بضرورة الحفاظ على السعر الاعتيادي للسلع وعدم استغلال المواطن. الأجهزة الأمنية المختصة في بابل تستنفر جهودها لمتابعة استقرار أسعار السلع على الأسواق والمجمعات الغذائية. أجرينا جولة تفتيشية تفقدية في أسواق المحافظة، والتقينا ببعض التجار الجملة، وأيضا التقينا ببعض مواطنين في مركز المحافظة. لاحظنا حقيقة استقرار للأسعار الجملة، ومن خلالكم نشكر جميع تجارنا في محافظة بابل. حقيقة هي الظرف الحالي يمر بالبلد ككل، وإن شاء الله الأخوة جميعا الجريمة الاقتصادية الأمن الوطني قائمين بواجباتهم، وتم توجيه جميع أخواننا التجار أنه يجب أن يحافظون على هذه الأسعار. جولة تفتيش مكثفة تجريها مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في أسواق الجملة في العاصمة بغداد لمراقبة أسعار المواد الغذائية، في الوقت الذي يطالب المواطنون الحكومة بتحسين مفردات البطاقة التموينية وتوفيرها لمواجهة أزمة غلاء الأسعار.
مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تكثف من جولاتها التفتيشية اليومية لأسواق الجملة والمفرد المخصصة لبيع الخضر والفواكه والمواد الغذائية الأساسية في جانبي الكرخ والرصافة لمنع رفع الأسعار غير المقبولة من بعض الباعة والتجار. باشرنا منذ الساعة 400، كانت بداية الواجبات ضمن مراكز البيع المباشر للخضار ضمن جانب الكرخ ومتمثلة بعلوة الرشيد النموذجية وعلوة اليوسفية إضافة إلى علوة التاجي. تابعنا مباشر لغاية الساعة 800، حاليا توجهنا إلى شرجة البيع اللي هي المركز الرئيسي ضمن جانب الكرخ لتوزيع مواد الغذائية الجافة والمستوردة. الجهات الأمنية متواجدة، خاصة الأمن الاقتصادي والأمن الوطني، وحاليا يتابعون الأسعار ودي يشوفون احنا بيش نبيع وبيش نشيك. كواقع لازم الدولة تساهم بشكل مباشر بالبطاقة التموينية للمواطن، تعزيز البطاقة. هسه ما نقول احنا كل البطاقة التموينية، فد اربع مواد رئيسية من البطاقة التموينية راح تعوض جزء يسير من صعود الدولار. اقتصاديون ومتخصصون أكدوا إمكانية الاعتماد على المنتجات الغذائية المحلية المتوفرة حاليا في الأسواق والسعي لإيجاد بدائل عن نظيراتها الأجنبية، ما سيسهم في تحريك القطاعات الإنتاجية ويخلق فرص عمل جديدة وبكلف أقل من البضائع المستوردة باهظة الأثمان. استيراد المواد الغذائية أغلبها سلع تعتبر كمالية، يعني غذائية ولكن كمالية. كثير مثلا تنوع الأجبان موجود بديلها منتج عراقي وجيد جدا وناجح، وفريش أفضل من المستورد اللي ماضي عليه أكثر من احتمال اكسباير يجي. سعر الصرف سيجعل من قيمة كلف المنتج المحلي بقيمة أقل، راح يكون المنتج المحلي شيئا ما منافس للمنتجات الأجنبية. وتواصل الجهات الأمنية المختصة متابعتها اليومية والحثيثة للأسواق المحلية لمنع أي حالة تلاعب أو غلاء في الأسعار من شأنها الإضرار بالمواطنين. مؤيد الفرطوسي، العراقية الإخبارية، بغداد. وبعد أن كان البلد يعتمد في موازناته على واردات القطاع النفطي، ها هو اليوم يرفع موارده المالية عبر الاعتماد على الإيرادات غير النفطية كالرسوم والجباية والضرائب لتصل نسبة 14% بعد أن كانت لا تتجاوز 10%، لتكون عاملا مساعدا في تنويع موارد الموازنة. الإيرادات غير النفطية في موازنة العام المقبل ترتفع إلى 14% بعدما كانت دون 10% بالاعتماد على دخول الضرائب والجباية والرسوم قطاعا مساندا للنفط في تمويل الموازنة. المسودة الأولى اللي رفعت مجلس الوزراء كانت تتمثل النسبة حوالي 18-20%، ولكن جرى تعديل هذه النسب بعد مناقشات طويلة من مجلس الوزراء، لأنه كان يتضمن فقرات فرض ضرائب. مجلس الوزراء وجد أن هذه الضرائب قد تكون يعني ذات مأساس مباشر، مو قد تكون بها جزء منها مأساس مباشر وانعكاس كلف مباشرة إلى المواطنين، أعتقد جزء من عدها رفع. اليوم هذه النسبة انخفضت السببين، وصلت ل 14% حوالي الإيرادات غير النفطية، بين 12-14%. العام الماضي يعني كانت واللي قبله 4% الواردات غير النفطية تشكل بالناتج المحلي، فمن 4-20% أعتقد هي يعني مبالغ به. وأسهمت الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمسؤولين والضرائب على السلع والبضائع وبيع وتأجير بعض الممتلكات والأراضي برفد الموازنة بأكثر من 13 تريليون دينار. هذا يومك ما يساهم أكثر من 2%. نعم. لكن إذا كان أكو خطة حقيقية بدعم وتمكين الصناعة الوطنية ممكن يوصل لأكثر من 14%. وتقدر الإيرادات غير النفطية في مسودة الموازنة ب 18 تريليون دينار من إجمالي الإيرادات، لكن مصادر حكومية ترجح انخفاض تلك النسبة بعد رفع الضرائب عن الوقود والقطاعات الأخرى. بغياب القطاعات الإنتاجية ارتفعت نسبة الإيرادات غير النفطية في الموازنة من 8% إلى 14% بالاعتماد على القطاعين المالي كالضرائب والجباية والقطاع النفطي. سجاد الموسوي، العراقية الإخبارية، بغداد. في
في أسعار النفط فقط، واصل النفط مكاسبه اليوم، حيث أدى سحب مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية إلى رفع آمال الطلب، بينما رحب المستثمرون أيضا باتفاق تجاري محتمل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا ليصل إلى 48 دولارا و45 سنتا للبرميل الواحد، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا ليصل إلى 51 دولارا و61 سنتا للبرميل الواحد. في موضوع الموازنة، وبعد إكمال الحكومة الاتحادية مشروع قانون موازنة عام 2021، انقسمت آراء النواب حول تمريرها بين من يذهب باتجاه خفض قيمة الانفاق السنوي والتي تبلغ 150 تريليون دينار، وبين من يرى أن المجلس لن يجري تغييرات كبيرة فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. لم تصل مسودة الموازنة الاتحادية إلى رئاسة مجلس النواب حتى ساعة إعداد هذا التقرير، رغم تأكيد نواب أنها قد تصل خلال الساعات المقبلة. السيناريو المعد لها من قبل نواب المجلس يقضي بتخفيض قيمة الإنفاق السنوي البالغ 150 تريليون دينار، مرتكزين على إنفاق السنوات السابقة الذي لم يتجاوز 80 تريليون دينار في أقصى حالاته وفق نواب. هسه التصاعد بها فد 5 6 7 تريليون، لكن انا من 72 اطفر الى 150 تريليون، هذا رقم مبالغ به وكبير جدا. واذا نجح مجلس النواب بخفض قيمه الانفاق المعتمد من الحكومه في الموازنه، فان خفض سعر صرف الدينار وخفض رواتب الموظفين تنتفي الحاجه لها، مع الارتفاع التدريجي للواردات النفطيه وغير النفطيه للبلاد بحسب نواب. ممكن تعديل سعر الصرف وتعديل صرف الاختصاص المالي وظيفة المجالس النيابية عليه أن يتخذ موقف بهذه المسألة. السياسة العامة للدولة العراقية ترسم هنا، صحيح مسؤولية الحكومة بس احنا في نظام برلماني. وتشكل التفاهمات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم عقبة أخرى أمام إقرار الموازنة، رغم تأكيد نواب كرد إدراجهم جميع مطالب وملاحظات الكتل النيابية ضمن قانون الموازنة وموافقتهم عليها. هنالك من كان يريد أن يدرج مثل هكذا النص في قانون الموازنة بما يخص الإقليم الكردستاني تم إدراجه الآن. ذلك من كان يريد أن يكون أن 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 نعمل ضمن قانون الإدارة المالية، الآن تم إدراج هذا النص في قانون الموازنة بما يخص إرجاع نصف واردات الاتحادية من أقليم كردستان إلى بغداد. هذه الأمور تم اتفاق عليه، نحن بحاجة إلى التهدئة. ويرى نواب آخرون أن المجلس لن يجري تعديلات كبيرة على الموازنة باستثناء تخفيف الأضرار على الموظفين وأصحاب الدخل المحدود في محاولة لكسب الشارع مع اقتراب موعد الانتخابات. ويسعى مجلس النواب على أن يسري التخفيض الحكومي في الموازنة على الدرجات الخاصة والعليا فقط دون المساس بباقي رواتب الموظفين. أحمد عرام، العراقية الإخبارية، بغداد. وفي ملف الأزمات الاقتصادية بين بغداد واربيل، طالبت حكومة إقليم كردستان الأمم المتحدة بالمشاركة كطرف ثالث في مباحثات اربيل بغداد لتحديد حقوق وواجبات كل طرف. وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الإقليم بيانا يوم أمس الأربعاء، ذكر فيه أن مجلس وزراء إقليم كردستان عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قباط طالباني. وأشار بارزاني إلى أن حكومة الإقليم نفذت جميع التزاماتها في إطار الدستور، ولم تترك أي مبرر للحكومة الاتحادية بهدف التوصل لاتفاق عادل يضمن حقوق الإقليم ومستحقاته المالية، مؤكدا بأن الإقليم لن يتنازل عن حقوقه الدستورية مطلقا. وطالب الأمم المتحدة بالمشاركة كطرف ثالث من الآن فصاعدا في المحادثات بين الإقليم والحكومة الاتحادية لتحديد حقوق وواجبات كل طرف.
من جهة أخرى، أكدت هيئة المنافذ الحدودية استحصالها موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لافتتاح مكتب في إقليم كردستان لحماية المنتج المحلي ومنع دخول أي مواد تؤثر على الفلاحين والصناعيين. وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي أن الهيئة بصدد افتتاح مكتب في الإقليم حيث استحصلت موافقة رئيس الوزراء، والآن الكتاب عرض أمام الإقليم وبانتظار الرد من أجل وجود ملاكات هيئة المنافذ الحدودية في الإقليم. من جهته، نفى مدير عام جمارك إقليم كردستان سامال عبد الرحمن وجود معابر غير رسمية بالإقليم تمر عبرها السلع والبضائع، وأكد أن حكومة الإقليم ملتزمة بإجراءات الحكومة الاتحادية. وقال عبد الرحمن إن الإقليم لديه 8 منافذ رسمية مع تركيا وإيران مرخصة ومجازة من قبل الحكومة الاتحادية، أما منافذه الأخرى فهي مرخصة من قبل وزارة المالية في الإقليم ولديها موافقة شفهية من قبل هيئة المنافذ الحدودية. فرض القضاء إجراءات قانونية بحق 13 مصرفا أهليا عن مخالفات دخول مزاد العملة. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مصارف خالفت قوانين مزاد العملة بعدم تقديم تصاريح جمركية تؤيد دخول البضائع والتحاسب الضريبي، مضيفا أن المحكمة قررت استقدام المديرين المفوضين للمصارف المخالفة جراء إخلالهم بإجراءات العناية الواجبة التي فرضها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في ملف الانتخابات، تستمر الاستعدادات المتواصلة لمفوضية الانتخابات لفتح عموم مراكز التسجيل الشهر المقبل من أجل حل قضية الحذف والإضافة والنقل وإنهائها، فيما نبهت المفوضية على أن المواطن لا يستطيع نقل بياناته من منطقة إلى أخرى خارج الدائرة الانتخابية تماشيا مع قانون الانتخابات الجديد. بهدف معالجة حالات الحذف والإضافة والنقل، مفوضية الانتخابات تستعد لفتح عملية تحديث سجل الناخبين في عموم مراكز التسجيل في البلاد. عملية التحديث ستنطلق مطلع كانون الثاني المقبل ولمدة شهر واحد لفسح المجال أمام التسجيل المواليد الجدد لسنوات 2001 و2002 و2003، فضلا عن التبليغ عن حالات الوفاة. الحالات هي 4 حالات: حالة الحذف والإضافة والنقل والتغيير. حالة الحذف تشمل حذف الموجودين في سجل الناخبين من المتوفين، أما حالة الإضافة فهي إضافة ناخب جديد إلى السجل حسب المستمسكات الرسمية. نستهدف هذه الفئة عن طريق زيارة فرق الجوال للمدارس الإعدادية مدارس الثانوية لتسجيل هؤلاء الناخبين الجدد. وعلى عكس الأعوام السابقة، لن يكون بإمكان الناخب نقل بياناته من منطقة إلى أخرى ما لم يكن ضمن الدائرة الانتخابية نفسها، وذلك عملا بقانون الانتخابات الجديد الذي قسم المحافظات إلى دوائر انتخابية متعددة، وبالتالي لن يتمكن الناخبون من التنقل بين الدوائر. سابقا احنا كان حالة التغيير داخل المحافظة بشكل منفتح، يعني كل المحافظة. اليوم لا، داخل الدائرة الانتخابية في المحافظة، مثلا بغداد 17 دائرة انتخابية، في الكرخ 7 دوائر، وفي الرصاف 10 دوائر. المواطن لما يريد يغير بياناته لازم داخل الدائرة الانتخابية. حتى المواطن اللي يغير بياناته من محافظة إلى محافظة على البطاقة التموينية، مثلا أنا ببغداد الجديدة البطاقة لما نجيت من مثلا نقول ميسان وسكنت ببغداد الجديدة وطلعت البطاقة التموينية ببغداد الجديدة، أغير البغداد الجديدة، ما أغير للكرادة اللي ساكن بها حاليا. هذا وتستمر المفوضية بعملية التسجيل البيومتري لعموم المواطنين وطيلة أيام الأسبوع لتسجيل المواطنين غير المسجلين حتى الآن الذين يقرب عددهم نحو 12 مليون ناخب. وبحسب مفوضية الانتخابات،
فإن فتح الباب أمام تسجيل المواليد الجدد سيضيف ما لا يقل عن 3 ملايين ناخب، ما يرفع العدد الكلي للناخبين إلى نحو 30 مليون ناخب يحق لهم التصويت يوم الانتخابات. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية. شدد رئيس الجمهورية برهان صالح على ضرورة تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية من أجل فرض النظام وملاحقة الجماعات الإرهابية الخارجة عن القانون. جاء ذلك خلال استقباله وزير الدفاع جمع عناد، حيث بحث اللقاء ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية أمن وممتلكات المواطنين والمنشآت والمباني الحكومية وتأمين سلامة البعثات الدبلوماسية وأفرادها من الاعتداءات التي تمثل تحديا لسلطة الدولة واستهدافا لسيادة البلد واستقراره. وأفشن الأمني أعلن اللواء 26 بالحشد الشعبي تنفيذ عملية أمنية مشتركة لتفتيش مناطق الصحراء الغربية بحثا عن فلول داعش الإرهابي وبالتنسيق مع قيادات العمليات. وذكر رئيس أركان الفرقة العقيد سعد الفتلاوي في بيان إنه وبحسب توجيهات قيادة عمليات كربلاء تم التنسيق لتنفيذ واجب أمني من 6 محاور تشترك فيه قوات من الجيش والحشد وأفواج طوارئ من عمليات كربلاء. وبين أن الفرقة انطلقت في محورين من جسر سلك ونخيب باتجاه قطاعات الأنبار وتفتيش تلك المناطق بشكل دقيق وتنفيذ الواجب على أكمل وجه. في نينوى جرت عملية أمنية استباقية شرعت بها القطاعات الأمنية لمطاردة فلول داعش. العملية أسفرت عن قتل العديد من الإرهابيين وسط إشادة الوجهاء وشيوخ العشائر بهذه العملية التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة. نفذت القطاعات العسكرية المسنودة بالحيد الشعبي عملية أمنية في مناطق العثوم طبيجة لملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابي، حيث تمكنت القطاعات العسكرية ضمن محور عمليات سامراء من تدمير عدد من أوكار الإرهابيين. قامت قيادة عمليات سامراء المتمثلة بكافة تشكيلاتها من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وكذلك أبطال الهندسة العسكرية بالقيام بعمليات استباقية ضمن قاطع المسؤولية، من ضمنها كان تجريف الجزر الموجودة داخل نهر دجلة وما لها من تأثير أمني على قضاء سامراء. ومن خلال هذه العمليات تم تدمير العديد من المضافات والموجودة داخل هذه الجزر، ومثل ما تلاحظون العملية مستمرة. العملية العسكرية تضمنت تفتيش وتنظيف عدد من الجزرات الوسطية بنهر دجلة بعد أن تمكن الجهد الهندسي من نصب جسر عائم لعبور القطاعات العسكرية، حيث تأتي هذه العملية لتأمين مناطق شرقي صلاح الدين ومحيط مدينة سامراء. باشرت قيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي لواء 314 بالتنسيق مع قيادة عمليات سامراء للجيش العراقي وكتيبة التزهير التابعة إلى الجيش العراقي بنصب جسر عائم طوله 120 متر لتطهير جزيرة مسيرة، والعمل مستمر لحين انتهاء الواجب. باشرت هذه القوة بتطهير وتنظيف منطقة زور سامراء ومنطقة أم جريش ومنطقة مسيرة، وتم ربط جسر عائم طوله 25 متر. طبعا الغرض من هذه العمليات هي عودة النازحين إلى ديارهم وقطع امدادات داعش الإرهابية. عملية عسكرية استندت إلى معلومات استخبارية وبإسناد من طيران الجيش، عملية أسهمت بتعزيز الاستقرار الأمني بشرقي المحافظة. عمر العزاوي، العراقية الإخبارية، صلاح الدين. وفي أبي لا قتل واصيب عدد من الأشخاص إثر نشوب حريق في قسم من مصفى كارك روبل النفط والغاز بمحافظة أربيل. المتحدث باسم قوات الدفاع المدني سركوت كارش أكد أن الحريق نشب صباح اليوم وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة عدد آخر من العاملين في المصفى، وأشار إلى عدم وجود معلومات دقيقة حتى الآن حول أسباب الحريق وحجم الأضرار الناجمة.
إذن مشاهدينا لتفاصيل أكثر عن الانفجار في إحدى المصافي في أربيل ينضم إلينا من هناك مراسلنا بسام عبد الأحد. أرحب بك يا بسام. بالبداية هل تم السيطرة على الحريق وهل من معلومات جديدة عن أسباب هذا الحريق؟ نعم مساء الخير. يعني الحريق بدأ بعد الساعة 10 صباح هذا اليوم في مصفى كور كوسك التي تبعد عن مدينة أربيل في المنطقة الواقعة وسط المسافة بين مدينة أربيل ومدينة الموصل، تبعد عن مدينة أربيل بحوالي 40 كيلومتر إلى الشمال من ناحية أسكي كلك. بالتأكيد الحريق وحسب التأكيدات التي صدرت من مديرية الدفاع المدني في مدينة أربيل جاء نتيجة حريق في أحد المخازن التابعة إلى هذه المصفى التابعة لكار جروب الخاصة بإنتاج وتوزيع النفط والغاز. هذا الحريق أيضا أسفر حسب المعلومات الأولية عن مقتل 3 أشخاص وجرح 2 من العمال المتواجدين هناك، حالتهم حرجة جدا ولم يتم لحد الآن معرفة سبب الحريق وحسب المعلومات التي تم نشرها أو أعلنتها مديرية الدفاع المدني في مدينة أربيل بأن هناك تحقيقا يجري في معرفة سبب نشوب هذا الحريق في هذه المصفى. نعم. طيب هذه الأعداد الوفيات وأيضا الأعداد الجرحى والوفيات عذراً كان منذ الصباح، هل هناك ارتفاع في هذه الأعداد؟ وأيضا ماذا بشأن الأضرار المادية هناك؟ يعني حسب المعلومات الأولية من مديرية الدفاع المدني وحسب المعلومات أيضا التي تم نشرها هنا في مدينة أربيل أن الأعداد لم يتزايد عن 5 ضحايا، 3 تم يعني ماتوا في الحريق و2 كانت حالتهم حرجة. لم يوضح أيضا المناطق الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني الموضوع بشكل أكثر وأوسع. وتمت السيطرة على الحريق بعد ساعة تقريبا من نشوبه، أما بالنسبة للأسباب فلم يتم ذكر الأسباب التي تم خلالها الحريق. إذن شكرا جزيلا لك مراسلنا بسام عبد الأحد، كنت معنا من أربيل مباشرة، شكرا جزيلا لك.